بيان عائلة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة قديميزي العيون الصحراء الغربية 23 نوفمبر 2017. تابعنا كعائلة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة قديميزي صدور تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان حول محاكمة معتقلي قديميزي والذي كان بكل المقاييس مخيبا للآمال، حيث أسقط أوراق التوت عن هذه الآلية التي لم تكن يوما مستقلة في قرارها. فرغم مرور سنوات عدة على تأسيسه لم يحرك هذا المجلس ساكنا قط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية باستمرار وبشكل ممنهج والتي أكدتها مختلف التقارير الدولية غير ما مرة. إننا في عائلة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة قديميزي نستنكر وبأشد العبارات ما تضمنه هذا التقرير من مغالطات جوهرية وتحريف للحقائق واستهتار بمعاناة المعتقلين وعائلاتهم، حيث كان هدف التقرير الأساسي هو تلميع صورة النظام المغربي، لا سيما وأنه يتعرض إلى ضغوطات دولية وخارجية داخلية وخارجية. لا يؤكد وبالملموس أنه مجلس صوري خرج من رحم المخزن حين ابتعد عن الموضوعية والحياد، حيث أنه لم يشر إلى المعتقلين في عنوان تقريره، وذلك بما أن المحاكمة تعني بالدرجة الأولى المعتقلين وليس أحداث قديميزي، وشرع في جلد شهود النفي تارة والمتهمين تارة أخرى في مقابل تفننه في تقديع عبارات المدح والثناء لشهود الإثبات والأداء الرصين والمتسامح للنيابة العامة والمحكمة. وقد تطرق معد التقرير إلى الشعارات الوطنية التي رفعها المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة قديميزي معتبرينها تمس بالوحدة الترابية المغربية، وهذا تبرير على أن المعتقلين يحاكمون على معتقداتهم السياسية. كل هذه الحقائق تثبت بما لا يترك مجالا للشك أن المجلس المغربي لحقوق الإنسان هو مجلس غير مستقل وفاقد المصداقية. وعليه فإننا كعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة قديميزي نعلن ما يلي: مطالبتنا بالإفراج الفوري عن أبنائنا المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، استنكارا الشديد للمغالطات الممنهجة والخطيرة التي تضمنها تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان حول محاكمة أبنائنا معتقلي قديميزي، استنكارنا لتنكر المجلس المغربي لحقوق الإنسان لمبادئ حقوق الإنسان في أمميتها ومجاراته للنظام المغربي في الفظاعات التي يرتكبها بحق الصحراويين، إدانتنا لما أقدم عليه المجلس المغربي لحقوق الإنسان من تغييب خطير لحقيقة محاكمة معتقلي قديميزي التي انعدمت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة عن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة قديميزي.